واهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان. في فقرتنا الثانيه حنتكلم حول المنتديات الثقافيه ودورها في الحراك الثقافي. ضيفنا اللي موجود معانا دكتور عادل احمد اسماعيل، عضو ملتقى الابداع للثقافه والعلوم. دكتور مساء الخير، مشرفنا اليوم في امسيه مساء جديد. مساء خير ومساء مشاهدي قناه النيل الازرق الجميل، ومساء كل العاملين في الاستوديو وحبابكم، وسعيد انه اكون معاكم في يوم السبت الاخضر ان شاء الله. الله يخليك مشرف. والمنابر الثقافية أو المنتديات الثقافية من أهم المنابر الثقافية باعتبارها طبعا المرآة الحقيقية اللي بتعكس واقع الشارع بشكل عام من ناحية ثقافية واجتماعية واقتصادية وحتى رياضيا وسياسيا. خلينا نتحدث بداية عن واقع المنتديات الثقافية في السودان. طيب شكرا لك. في البدء خلينا نترحم على كل الغائمين على أمر المنتديات من قبل الاستغلال، كل الصوالين الأدبية الذين ارتحلوا عننا والمنتديات الغايمة حتى الآن، نتمنى لهم الصحة والعافية. المنتديات حقيقة في الحراك الثقافي وتناول المواضيع المختلفة وعلى امتداد الوطن. يعني المنتديات دي هي منتشرة في 18 ولاية في السودان، وأجمل ما فيها إنه هو عمل طوعي وأهلي وناس راغبين وحابين هذا العمل. وأنا في رأيي الشخصي إنه هم لهم إسهام كبير جدا جدا في نشر المعرفة والوعي والمساهمة في بناء سودان. كلنا نحن بنحلم إن نكون سودان يقدر يجمعنا كلنا وآمن وسالم ونرتقي النسيج الاجتماعي ويعني نستمتع بخيرات هذا البلد الجميل يعني. نعم. طيب انت بشكل عام كيف بترى الواقع الان بالنسبه للمنتديات الثقافيه دي؟ يعني انت شايف في ازدياد بالنسبه لها؟ احيانا بنشوف يعني حركه بتاعت اغلاق ومره ثانيه فتح للمنتديات، يعني الحراك ذاته هل هو ثابت؟ هل هو متغير؟ هل هو ماشي في 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 في, في يعني صوره على الاقل بصريه جيده؟ اوكي. بالفعل الفم المليان مليان للآخر. أنا بقول المنتديات الثقافية هي يعني الموجودة على المشهد الثقافي بشكل ثابت وراتب رغم التحديات الكبيرة اللي بتواجهها. المنتديات هي في منتديات تكون تجد حضورا وفي منتديات سفيرية. صحيح. وخليني من هنا أقوم أحيي ناس القضارف الجميلين، يعني أجمل نموذج خلال فترة الإغلاق كان المنتدى بتاع البراكة حاجة بشكل ما متذكر اسمه، لكن هم إسفيريا مع الإغلاق كانوا بيبثوا رسائل ونشاطهم كان مستمر. وفي برضو مناسبة المجموعات تحت الواتساب دي الإسفيرية دي منتديات يعني بيتم فيها حوار كثير ونقاش كثير وفيها أفكار بتطرح، يعني إذا كان يعني المسؤولين عموم بشكل ناي يعني بتناول هذه المسائل بتكون فيها حلول لمسائل كثيرة جدا جدا. فالشاهد يا اخي امجد، نعم، انه لما تقول اين تذهب هذا المساء في هذا السودان، يا سلام، بتتجه لمنتدى. ما في شيء ثاني، يعني ما في سينمات، المسارح واقفه. كويس. ما في اين تسهر هذا المساء بالضبط، اين تسهر هذا المساء او تذهب هذا المساء بيكون دائما منه. حتى اضيف لك زياده، نعم، في منتديات صباحيه ونهاريه. كويس، عشان تقدر تدي اكبر توسع الفرص قدام الجمهور، لكن الثابت فيها ان المنتديات هي مسائية. وفي كم يعني من دربان دي يعني ما شاء الله تبارك. صحيح. الله، والخرطوم والقضارف ومدني وكسل، كل البقاع بتاعت السودان المنتديات ما شاء الله مشارك يعني منتشرة وموجودة. وخليني هنا أقوم أحيي الغايمين على أمر هذه المنتديات، لأنهم حقيقة هم بيصرفوا من جيبهم. كويس. والفنانين دي اللي بيجونا طبعا يعني حتى حق ترحال مرات ما بكون يعني عرفتني يكون حق الحافلة ما يكون حق ترحال. كويس. والموسيقيين. صحيح. كويس. وفوق ده كل الرواد، يعني وجود الرواد هو الدافع لنا بانه كنا نخلي المنتديات هي تستمر وتتواصل. فالناس دي كلها مع بعض باسهاماتهم دي خلت المنتديات تكون حيه وموجوده يعني. فاذا انت مشيت لاي بعدين مناسبه في حاجه جميله جدا جدا في مراكز مختلفه. يعني انت لو زول لك شهر كده وجميل كده ودار تمشي حته هنا عندنا المنتديات في فنادق. فنادق درجه اولى. لو زول وسط زي كده كويس في مراكز ثقافيه بتمارس فيها الحاجه دي. لو زول شعبي خالص في انديه. ففي كل الساحه في الداي او كل المنابر اللي في منتديات شغاله وبتواصل في نشاطها يعني. كان في فكره
اقول لك والله الليله ماشيين صالون فلان اللي هو الديوان بالضبط يعني اللي هو في الحي في البيت في الصالون ده منتدى بالضبط. ودي كثيره يعني صح. انا ما ادري اسمي مسميات صحيح. لكن كثير في صوالين كثيره جدا والصوالين دي انتجت فيها منتوج ابداعي رهيب كويس. وما انسى نقبلك يعني ما فنانين وبس في متحدثين يعني بيكون دافع من جيبه كويس اي مفكرين بيجوا بيطرحوا مواضيع وبيتناقشوا فيها الجمهور معاهم والرواد بتاعنا الملتقى ده كله هي حقيقه عمل طوعي المساهمين فيه عده كويس خلقوا هذا المزله الجميله. نعم دكتور تتحدث عن المنتديات وانه في منتديات موجوده وبكثافه في العاصمه وايضا الولايات، لكن نحن امام تحدي كبير لهذا الجيل الصعب، الجيل الثوروي اللي غير نظام 30 عاما، فهذا الجيل عنده احلام وعنده تطلعات وعنده فكر كبير، محتاج الى منصات لاستخراج كل هذه الطاقات الايجابيه، بمعنى انه يعني خلينا نكون على شفافيه اكثر، عدد من المنتديات هي للغناء والطرب فقط. أنا ما بقول جميعا لكن في البعض الأكبر إنه الناس بس بتجي عشان تسمع أغاني لكن ما بيكون في مواضيع مهمة سواء كان اقتصاديا اجتماعيا وحتى سياسيا ورياضيا ممكن تناقش عبر هذه المنتديات. طيب أول حاجة واحدة من التحديات اللي بتواجهنا كشباب لسه مش للشباب ولا للشباب إنه واحدة من نقاط ضعفنا كويس استيعاب وتواصل الأجيال. يعني لو جيت مثلا حضرت اي واحد من المنتدى بتلقى غالب الموجودين كويس في سن معينه كويس الشباب قليل المعانا، لكن في اذر هاند او في اليد الاخرى الشباب عندهم منتدياتهم وغالبيتها اسفيريه كويس وبتتم فيها اللي ما بتفق معاكي بانه المنتدى القنائي كويس ما بيأدي رساله. بالعكس الغنى كويس يعني لو بتذكر كويس انا ما بيأدي رساله لكن عنده جمهور ايضا الغنى الغناء كويس يعني احنا نقدر نحفظ له انه وحد وجدان هذا الشعب السوداني اكيد بلا شك كويس. يعني قبل الثوره بتاعت الاتصالات ما تجي كان هنم درماندي كويس يعني بيشكل من خلال الاغاني بتاعت المرأة الله يرحمهم الرواد كويس شكلت وجدان هذا الشعب. فكل منتدى عنده نكهته وبصمته حتى الغنى ذاته فيه قصص بالضبط يعني قصه الواقع ذاته هو البرصود لك الحراك التاريخي بالضبط يعني تاخذ اغنيه مثلا من الستينات تقدر تعرف الجو كان كيف المجتمع بالضبط غير انها هي توثيقيه كويس. لكن القصه انا بتعجبني شنو انك انت بتدي الزول الماشي للمنتدى حسب رغبته صحيح. في زول بيقول لك يا اخي الكلام والفلسفه ما بتنفع معي داير يمشي يسمع غنى اوكي بيلقى. في زول ما داير يمشي يسمع غنى بس داير غنى معه موضوع بيلقى وهكذا. يعني كل ما تتنوع كويس النكهه والبسط والموضوع المتناول كل ما وسعنا القاعده الجماهيريه. واحده برضو من تحدياتنا الاساسيه التوثيق. حقيقه ضعيفين كمنتديات في التوثيق، التوثيق بتاعنا ما مدروس بيكون على حسب من خلال مقاطع بتاعت تصوير كاميرا فيديو او الكاميرا بتاعت الموبايل وغيره وغيره، لكن ما في توثيق كويس بشكل علمي ممنهج. فغالبا المنتوج ده كويس انا قاعد اقول عليه انه بيضيع كويس هبان لانه هو شفاهي اكثر من انه هو كويس موثق عشان الناس تستفيد منه اللي قدام. دي واحده من التحديات. التحديات الثانيه اللي قدامنا مع الظرف الاقتصادي الاسي موجود ما زالت تيسير المنتديات الناس بقت تواجه فيها صعوبه، عشان كده ظهرت بعض المنتديات اللي بتكون فيها تذاكر ما الغرض منها ربحي لكن بغرض بقدر ما انه المفروض او داري منها انه يقدروا يسيروا المنتدى اللي انت عايز ساوند سيستم عاوز ترحل عاوز كهرباء كويس عايز كهرباء كويس. فدي كلها كويس تحديات الناس بتواجهها. رغم ده كله شوف بهذا الحب الكبير لهذا النشاط الناس لغايه هسه قادره تستمر رغم عظم التحديات دي يعني. طيب الى اي مدى انت شايف نحن ممكن نفعل الدور بتاع المنتديات دي اكثر من كده؟ نعمل شنو؟ يعني هل يتم خطاب مثلا للسيد وزير الاعلام الثقافه والاعلام بانه والله يا اخي المنتديات دي يستقطعوا لها ولو شيء بسيط على اساس انها ده الحراك الفعلي اللي بنور لك المجتمع بخلي لك الشباب هم يعني ماشيين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الثقافه والفنون بتاعتهم مهتمين بها اكثر؟ والله انا غايته الدوله دي بحلم بدور اكبر من كده. كويس اي انا بحلم اول حاجه الدوله دي تقوم تخط التشريعات واللوائح المنظمه ما المقيده كويس والموجهات لعمل هذه المنتديات من خلال السياسات الثقافيه اللي وضعها الدوله، عشان كل المجهود ده بمختلف انواعنا نصب في هذه السياسه ونقدر نحرك المجتمع، عندنا نحن القدره بتاعت تحرك المجتمع. كويس؟ ثانيا البنيات التحتيه.
البنيات صحة. التحتية اللي هي إذا كانت الدولة وفرت في المراكز بتاعتها الثقافية ومراكز الشباب والأندية البنية التحتية من أجهزة الصوت كويس وكراسي للإجلاس كويس، بتكون ساهمت كبير جدا جدا في تقليل التكلفة في سير عمل المنتديات. الأهم من ده كله لو قامت القائمين على أمر هذه المنتديات بالتدريب. يعني احنا كلنا شغالين بشكل عفوي كويس، تخطيطنا بشكل عفوي حسب المعرفة المكتسبة دي، لكن لو قمنا خدتنا مشروع وطني كبير ثقافي باعتبار انه كل الحاجات دي دولة ومنظمات مجتمع مدني نصب نحو مشروع ثقافي سودان اللي هو شنو؟ الثقافة تقود الحياة، لأنه أنا من خلال المتدرب حلحل لك مشاكل كثيرة. أنت كدولة كويس كمسؤول لما أنت تخاطب الجماهير بياخدوك كسياسي، لكن أنا كإنسان من منظمة المجتمع المدني من الجماهير ذاتهم مع بعض ممكن نخاطب المسألة ونناقشها ونحللها ونخط للدولة دي حلولها. فالدولة إذا كانت ساهمت، وأنا هنا بقول لوزير الثقافة الاتحادي ووزراء الثقافة الولايين أو مدراء عام الناي، أسسوا للمراكز الشباب دي والأندية الموجودة دي بالبنيات التحتية. الجزء الثاني ده حقنا إحنا كأهالي أو كمنظمة في المجتمع المدني بنقود هذا النشاط. ثانيا المشاريع الكبيرة المهرجانات دي على الدولة ما بنقدر عليها نحن كويس. المراكز الثقافية اللي بتليق بالسودان، يعني تخيل إنه السودان ده كله ما فيه مركز ثقافي عالمي اللي هو بيكون بيستوعب جميع أشكال الفنون، فن تشكيلي على منتديات على سينمات على مسارح على دراما، ده كله مع بعض كده دي مسؤولية الدولة. طيب خلينا نقول بشكل تاني، نحن كمنظمات مجتمع مدني يدنا ممدودة وشغالين ما واقفين. الدولة تقوم تخط المزلة بتاعت السياسات دي مهمة، لأنه إذا كان نحن شغالين كل زول شغال بطريقته كل المجهود بيكون مشتت، لكن لما تكون في سياسة معروفة كويس وفي مشروع ثقافي واضح ومحدد كل المشروعات دي بتصب في هذه الحتة وبنكون قدرنا مشينا خطوة للأمام. شكرا دكتور عادل أحمد إسماعيل، وأديك كلمة ختاما كده لكل الناس المهتمين بالشأن الثقافي في السودان للنهوض بالجانب الثقافي. ويا ريت لو برضو يعني حدثتنا برضو عن ملتقى الإبداع للثقافة والعلوم، برضو ده مهم اللي أنت موضوع فيه وبضاع. الله يخليك، ورحب الناس بدلتك الجميلة دي يا أمجد. الله يخليك. الله يسلمك. خلينا أوجه لك الدعوة يوم الاثنين. يشرفني جدا. الله يخليك يوم الاثنين بعد بكرة إن شاء الله. عندنا موضوع مهم جدا جدا اللي هو دور المرأة السودانية في الإخراج الدرامي. يا سلام. أول مرأة سودانية والإخراج الدرامي وأهم التحديات. يا سلام. ودور المرأة وتعزم أمجد وأنا قاعدة جنبك. كويس الدعوة مصر ليك طبعا. هي الدعوة طبعا يعني ما سبيشالي أنا بقول لك كده أنا بفكر في مدة البدلة. كويس. المتحدثة مخرجة شابة. يعني ده اللي هنا حدثنا فيه فرق، يعني دائما احنا كان بنجيب ناس يعني عندهم خبره وناس افتكرنا انه، لكن اول مره حيكون عندنا متحدث شاب شابه ومخرج دراميه وعنده اعمال مميزه جدا جدا، حتتحدث عن المراه السودانيه والاخراج والتحديات اهم التحديات اللي تواجهها. وفي نفس الوقت في زول فنان جميل جدا جدا حيشاركنا بغناء عبد الله عز الدين. المساله دي كلها بنتعاون فيها مع مركز ام درمان الثقافي، وعبركم خلينا اشكر مركز ام درمان الثقافي اللي بقى متاح للأنشطة بعد الثورة المجيدة. يعني الشباب الموجودين الغايمين على أمر هذا المركز حقيقة المركز مفتوح تماما، وبنتعاون معهم والمنتدى مستضاف عندهم يوم الاثنين الساعة 8:30. طيب لابس بدلتك الجميلة دي. حاضر. كويس. وكل الجميلات في السودان يعني ما انتوا بس، كل الناي حبابكم يعني. وملتقى الإبداع للثقافة والعلوم بيعمل رؤية نحو مجتمع آمن متسامح ومتعافي وإيجابي. دي رؤيتنا الاستراتيجية. إيجابي دي مهمة. أي. الوسائل اللي قاعدين نستخدمها، بنستخدم المنتدى، دورات تدريبية، مهرجانات كويس وورش عمل. من خلال الأربع وسائل دي بنحاول نحقق هذه الرؤية إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا شاكرين ومقدرين جدا دكتور وجودك معنا، كان جميل جدا، إن شاء الله حكون حاضر بإذن إن شاء الله. إن شاء الله. شاكر ومقدر. الله يخليك. شكرا لك. كتر خيرك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان. نشوفكم بعد الفاصل. We'll be right back.